أواخر أيام خلافة سيدنا عمر السنة التي حج فيها آخر حجة، وقف عند باب الكعبة يقول: أيها الناس قفوا، فوقفوا. قال: اجلسوا إلا من كان من مراد، من كان من اليمن، فبقي حجاج اليمن. قال: اجلسوا إلا من كان من مراد قبيلة ويس، فجلسوا وبقي عدد. قال: اجلسوا إلا من كان من قرن فخذ من القبيلة، فبقي قليل وواحد فيهم شايب. قال: أتعرف أويس؟ قال: لا أعرف أحد بهذا الوصف أرفعه إليك إلا رجل ضعيف وبه وبه. قال: بك لا به. أين يلتمس صاحبكم هذا؟ قال: يرعى إبلا لنا عند عرفة. فأمسك بيد سيدنا علي وخرج وإياه وركب حتى أتيا عرفة، فوجد الإبل ترعى والرجل قائم يصلي. سلم عليه، لما أحس بهم خفف الصلاة ورد السلام. قال: من أنت؟ قال: عبد الله. قال: سيدنا عمر، علمت أن الخلق كلهم عبيد الله، ما اسمك الذي تدعوك بأمك؟ قال: ما تريد من اسمي؟ قال: أويس أنت؟ قال: نعم. قال: ابن عامر؟ قال: نعم. قالوا: من قرن؟ من مراد؟ قال: نعم. قالوا: كانت لك والدة كنت بها برا؟ قال: من أنتم الذين كشف الله لكم حالي؟ قام سيدنا علي يقول: أما هذا فعمر أمير المؤمنين، وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فاهتز سيدنا ويس وقف واقفا يرد عليهم السلام ويقول: جزاكم الله عن أمة محمد خير الجزاء، من ذكرني لكما؟ قال: رسول الله. قال: ذكرني باسمي؟ قالوا: باسمك واسم أبيك وقبيلتك. وقال: لنا عنك. فبكى وبكى وبكى ويس حتى انتحب، وقال: بأبي وأمي رسول الله. قال: فاستغفر لنا. قال: أنا أستغفر لكما؟ أنت أمير المؤمنين، عمر الذي يفرق الشيطان من ظلك، وهذا ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب. قال: رسول الله أمرنا بذلك. قال: فاستغفاري للمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر. يا أمير المؤمنين،